209 مشروع من أصل 343 يستفيد أصحابها من رخص الاستغلال كمرحلة أولى في الجزائر العاصمة، وملفات إضافية ستعالج عما قريب. العينة مشاريع ثلاث ناجحة. الجوية الجزائرية تعتمد بنسبة كبيرة على الخبرات المحلية في صيانة أسطولها الجوي، والفاتورة المخصصة لهكذا نفقات تتقلص. 38 مشروعاً موزعاً عبر الشريط الساحلي دخل حيز الاستغلال هذا الموسم. العينة من ولاية بيجاية مع فندق بمواصفات عالمية، شراكة جزائرية سعودية. وأخيراً تتابعون فقرة ضيف البديل. هذه العناوين سنفصل فيها مشاهدينا بعد الجريريك. لا تذهبوا بعيداً، سنعود. البدائل الاقتصادية العدد الأول لهذا الموسم، أهلا بكم. عرفت مشاريع عدة عبر الوطن انتعاشا بفضل تعليمات رئيس الجمهورية التي تنص على رفع التجميد على المشاريع المعطلة. لازلنا بصدد هذا الملف ذي الأهمية الكبيرة بالنظر إلى انعكاساته على الاقتصاد الوطني. ولاية الجزائر العاصمة حيث نحن متواجدون عالجت ما لا يقل عن 343 مشروع لمستثمرين خواص وعموميين. 109 منها استفادوا من رخص استثنائية شملت الاستغلال والمرافقة. العينة هاته المجالات الثلاث: الأنسجة غير المنسوجة، صناعة أدوية الحيوانات، وصناعة أقفال الأبواب الذكية. الزميلة ناصرة حكيحلي اقتربت من أصحاب هذه المشاريع وعادت لنا بهذا الروبورتاج. 343 ملف لمستثمرين خواص وعموميين تم معالجتها. 109 منها استفادت من رخص استثنائية على مستوى ولاية الجزائر بغرض رفع القيود عنها ومرافقتها. من المشاريع التي استفادت من رفع القيود عنها هو القطاع الصناعي الذي شكل نسبة 84%، تم تسجيل عدد هائل من اليد العاملة خلال العشرة أشهر الأخيرة هذه، 3700 منصب عمل بين مناصب عمل دائمة ومناصب عمل غير دائمة. ونشير كذلك أن اللجنة الولائية تعكف كذلك على دراسة طلبات رفع القيود للمستثمرين، وأن العملية متواصلة. مجال الأنسجة الغير المنسوجة هو واحد من الأنشطة التي حظيت باهتمام خاص من ناحية رفع القيود. مؤسسات يعول عليها في تغطية السوق الوطنية من هذه المادة المستعملة في المجال الطبي وحتى الفلاحي، انطلقت بالإنتاج منذ فترة وجيزة. اثنين وحدتين انتاجيتين بتقنيتين مختلفتين، الاولى بتقنيه الملت بلاون ذات قدره انتاجيه تقدر بحوالي 1000 طن سنويا، ووحده انتاجيه ثانيه اكثر تعقدا بتكنولوجيا سبون بوند ملت بلاون بقدره انتاجيه تقدر حوالي 18 الى 20000 طن سنويا. وبهذه القدرة الإنتاجية تستطيع مؤسستنا تلبية جميع رغبات القطاع الصناعي 100% وبعض القطاعات الأخرى. القماش الغير منسوج هذا مصنوع من بلورات البولي بروبيلين اللي الآن رانا حاليا نستورده فيها في انتظار مشروع اللي حيكون جزائري 100% اللي اتصلنا حنايا في المرحلة الأولى بالوكالة الوطنية للتشغيل، ووظفنا تقنيين ساميين ووظفنا أيضا مهندسين واللي هم بدورهم أيضا حظوا بفرصة التكوين من عند أيادي أجنبية. احنا عندنا الصناعة تاعنا هي صناعة خضراء
بيئيه 100%. وفي هذا الصدد تلقينا العديد من الاتصالات من عند شركات اجنبيه للتعامل معها. انا مهندس الكترونيك خريج الجامعه الجزائريه، توظفت هنايا في طريق الوكاله الوطنيه لتشغيل الشباب، ورانا هنايا نديروا الانتاج تاع الانسجه غير منسوجه والمونتاج تكون في الجزائر وايضا في الخارج. نستخدم أجهزة حديثة ومتطورة يعني وفقا للمعايير المشابهة عالميا في هذا الميدان، وبالتالي نقدم منتج ذو جودة عالية. مشروع ذو أهمية كبيرة في صناعة أدوية الحيوانات والوقاية من الأمراض رفع عنه التجميد، الغاية من ذلك تجنب الاستيراد وضمان الأمن الغذائي. نقوم بتصنيع شكلين من الأدوية، المسحوق واللقاح. القدرة للتصنيع في شركتنا هي ل 500 ألف لتر، أما هذا للسوائل، أما للمسحوق فهي ل 250 طن سنويا. نقوم بتصنيع ثلاث أنواع من الأشكال الصيدلانية، المضادات الحيوية، المضادات للطفيليات، وكذلك الفيتامينات. أن المواد الخام المستعملة في التصنيع ما نستطيع أن نقتنيه محليا، أما الآخر فنستورده. مثلا المحلي نقتني محليا كل مواد التعبئة والتنظيف وبعد المكونات النشطة والسواغات. نقوم بتسويق المنتجات المصنعة على نطاق وطني من عنابة إلى تلمسان ومن الجزائر إلى واد سوف، وأيضا نقوم بتصدير حوالي ما بين 2 إلى 5% من منتوجنا أساسا إلى البلدان الإفريقية. منتجاتنا تتيح لنا الحفاظ على الإنتاج الوطني من اللحوم البيضاء، من اللحوم الحمراء، البيض، وكذلك للحليب. 53 موظف بما في ذلك 20 مسؤول تنفيذية و30 عامل. المخبر مجهز بجميع الأجهزة اللائقة لتحاليل الأدوية هذه، وذلك في جميع سلسلة الإنتاج. نبدأ بالمواد الأولية المتوفرة في السيت ديانا على شكل برينسيب أكتيف، مواد فعالة وسواغات، إلى غاية المنتوج النهائي مرورا بمواد التغليف. تهدف إلى هذه المحطة إلى إزالة الملوثات والمواد الضارة الموجودة في مياه الصرف وتحويلها إلى مياه نظيفة وصالحة للتصرف في البيئة بشكل آمن أو لإعادة استخدامها لأغراض أخرى. صناعة أقفال الأبواب الذكية التي تعتبر من وسائل الحماية الأساسية لكافة متطلبات الحياة رفع عنه التجميد، نقف عنده بعدما عاد للإنتاج مرة أخرى. وعندنا العمال تاعنا كاين اللي بعثناهم دي ستاج لا فيرلاند دبي لا فرانس، عندنا 20 بوست هنا، شاك بوست يخرج 400 سيرور فيني بار جور، هكذا بلي كاباسيتي اللي عندنا دركا. لو كان عندنا لي كاباسيتي وعندنا زدنا وسعنا النشاط تاعنا، السعر باش كيخرج للمارشي يخرج حابط، وما نقدروا ننافسوا المنتوج المستورد. لي سيرور تاعنا سون سبيسياليزي مع لاديال، مع السوناطراك، مع الفنادق، مع المؤسسات العموميه والخاصه. ودرنا منتوج جديد سي لي صابو، نامنوا المواطن، امنوا امن الطرقات، ورانا نيغوسياسيون مع لا روسي باش نكسبورتيو لهم لو برودوي عجبهم. الماده الاوليه نخدموا هنا 100% لو برودوي تاعنا لي 100% الجيريان، نخدموا بالحديد تاع الحجار، اون دون اون غارونتي 5 جوسكا 10 ans. وعندنا هنا لابو دو تيست في تقنيات عالميه، هكذا لي برودوي تاعنا نختبروهم هنايا. المشاريع التي رفعت عنها القيود ستعطي دفعا قويا للنسيج الصناعي، ما يضفي ديناميكية على الاقتصاد الوطني. نحن هنا بأرضية مطار هواري بومدين الدولي، حيث هذه الطائرات التابعة للجوية الجزائرية والبالغ عددها إجمالا 56 طائرة. من المعروف أن هذا الأسطول الجوي يتطلب صيانة دورية دقيقة،
يضمن من خلالها المشرفون على هذا المجال سلامة وأمن الركاب. صيانة الطائرات يأخذها على عاتقهم مهندسون وتقنيون جزائريون اكتسبوا من الخبرة والتجربة ما أهلهم بالقيام بأعمال الصيانة بطريقة عصرية وحديثة تتطابق مع ما هو معمول به دولياً. هذا ودول أجنبية عديدة تلجأ إلى الخبرة الجزائرية في هذا التخصص. الزميلة شهرزاد النون صورت بورشات الصيانة التابعة للجوية الجزائرية وعادت لنا بهذا الروبورتاج. قسم الصيانة التقنية وإصلاح الطائرات أحد أهم مكاسب الجوية الجزائرية، فمنذ إنشائه سنة 2003 أثبت عماله من مهندسين وفنيين كفاءة عالية في مجال جد دقيق وحساس يتعلق بأمن وسلامة الطائرات. هذه القاعدة هي قطب صناعي في الطيران. الورشة هي هونغار، من منوع هونغار، فيه 240 متر طول و100 متر في الداخل بروفوندور و23 متر أعلى. تقدر طائرة من نوع 747 تدخل فيها، تقدر تتحمل هذا الهونغار، هذا يقدر يتحمل حتى 11 طائرة. نحن متواجدون على مستوى ورشة قاعدة صيانة الطائرات التابعة للخطوط الجوية الجزائرية فرع صيانة الطائرات، التي تعد أكبر ورشة على المستوى الإفريقي، حيث تخضع جميع طائرات الأسطول الجوية الجزائرية وكذا بعض طائرات الأساطيل شركات أجنبية أوروبية وحتى إفريقية إلى عمليات صيانة دورية. هنا تخضع الطائرة عدة أنواع من الصيانة، فهنالك الصيانة التي تخضع لها الطائرة بعد 4 أشهر من الطيران، حيث تدخل الطائرة إلى لمستوى ورشتنا ونقوم بعمليات تفكيك الطائرة، تغيير بعض السوائل في المحركات. عندنا صافي اون مان دوفر كاليفي، اون مان دوفر سبيسيفيك، ونا في نو بروف دوبي لانديبوندونس، دونك On a tout fait ici, ça veut dire on a formé les jeunes, bien sûr on les accompagne, bien sûr on a un l'étarat, bientôt il y aura un recrutement aussi pour soulager un peu ça veut dire les anciens mécanotes. تتطلب صيانة محرك الطائرة دقة وكفاءة عالية، ابتداء من فك أجزائه إلى غاية إعادة تجميعها والقيام بعملية الاختبار. هذا الموتور نيفو ديال الجيري إليكيب لي زافيون بوينغ 737 ان جي. دونك كل موتور اللي ديبوزي دو لافيون سوا بور دي ديفايونس تروفي لور دي انسبيكسيون فات سور افيون او بيان باسكو عنده سكون ابل لي في ليميت. C'est-à-dire un module majeur de ce moteur, la vie limite qui est calculé en cycle ou en heure de vol. Donc, il dit on fait les opérations de ce moteur. نوع المحركات اللي نديرولهم الصيانه هما تاع الاسطول تاعنا، تاع بوينغ 737، تاع ايربوس 330، وتاع الاتير 72. نوع المحركات هو سي اف ام 56 و سي اف 681 اي لو بروتي 827. لو بوت تاع هذه الصيانه اللي رانا نديروها لهنا تيك هي خاصه لتقليص الوقت، خاصه نقلص الوقت باسكو الطائره لازم تكون في السماء، لازم نشغلوها، وثانيا لي فاكتور سي بور مينيميزي لي فاكتور، و ايفيكتيفمون نقصوا بزاف من الفاتوره، لان دوكا عبر العالم الصيانه راهي مطلوبه بزاف، سيرتو بعد الكوفيد راهي الحاله زعما ديك اون ا بيزوان دو فيغ سا ايسي لوكالمون. اون في لا بلوبار دي ترافو اللي نقدروا نديروهم لهنا ديك. بما ان صيانه الطائرات تمس مباشره سلامه الركاب فهي مهنه جد مقننه. نقوم بتصليح جميع المعدات والاجهزه الطائره من الهيدروليك الالكترونيك
وبالخصوص معدات الهبوط والمكابح الطائرات التي تعمل على تضمن سلامة الركاب وسلامة الطائرة. On assure la une maintenance de haut niveau au standard européen parce qu'on a des ateliers qui sont sous agrément par 145. Exemple, on a la Tech, on a l'atelier Topogon, on a plusieurs ateliers qui sont sous agrément par 145. بورشة الملاحة الجوية، المهندسون هنا مدربون على معدات جد متطورة لفحص وإصلاح أي عطب تقني يتعلق بتشغيل أجهزة التحكم في قمرة القيادة ومعظم أجزاء الطائرة. لأداء هذه المهام قمنا بإجراء عدة تربصات خارج الوطن، مراكز للتكوين على المستوى الخارجي إلى مثل روكويل كولينز، تالاس، هونيوال. تتطلع الجوية الجزائرية إلى الرفع من مستوى التسيير بها وتحسين تنافسيتها، فالعمل جار من أجل تحويل قسم الصيانة وإصلاح الطائرات إلى شركة متخصصة. هذه القاعدة راح تولي فرع صيانة الطيران، نقول مش نقول طائرات، الطيران فيها أكاديمية للفورماسيون، فيها الورشات كما راكم تشوفوا، مازال نزيدوا نبنوا ورشات واحد اخرين من هيه، ولهذا الدوله مدت الامكانيات، منها المشروع اللي راهو جاي. اولا اصبحنا عندنا شركه في المجال التقني عندها قطعه ارض تاعها، يعني سيسيون دو تيغان، سيسيون تيغان راح تولي ان شاء الله ان زون فرانش، يعني لجلب لي كومباني انترناسيونال. في هذا العام كان عندنا واحد 5 طائرات فرنسيه درنا لهم صيانه هنايا، المغرب العربي يعني كانت عندنا طائره تونسيه، عندنا لي دوموند من عند اخواننا في ليبيا، كان عندنا ان دوموند من اخواننا في موريتانيا، رحنا للسنغال ثاني باش نشوفوا واش كاين في السوق تاعهم، يعني باش نجلبوا طائرات من الخارج. مع تدعيم الجوية الجزائرية قريباً بخمس عشرة طائرة حديثة يعول على قسم الصيانة وإصلاح الطائرات لصيانة أسطولها الذي سيقدر بأزيد من 70 طائرة، وهي بذلك تحقق أرباحاً هامة من خلال تقليص فاتورة الصيانة، كما ينتظر أن تغطي الطلبات على المستوى الإقليمي والإفريقي. تشجيع السياحة الداخلية بدأ عدد الهياكل الفندقية الفخمة يتضاعف عبر الوطن، رافعاً بذلك طاقة استيعاب السياح والمصطفين. هذا الموسم تم دخول حيز الاستغلال ما لا يقل عن 38 مشروعاً سياحياً على الشريط الساحلي حسب وزارة السياحة والصناعة التقليدية، والعينة فندق بمواصفات عالمية، شراكة جزائرية سعودية فتح هذا الموسم أبوابه أمام المصطفين الذين اختاروا شواطئ ولاية بجاية كوجهة سياحية. الزميلة نوال صويلح وقفت عند حجم هذا الاستثمار وأعدت لنا هذا الريبورتاج. تعززت الحظيرة الفندقية بولاية بجاية هذا الموسم بعدة مشاريع سياحية، من بينها هذا المرفق الذي يعد ثمرة شراكة جزائرية سعودية. يأتي كإضافة إلى الحظيرة الفندقية التي تحوزها الولاية والمقدرة ب 63 مؤسسة فندقية وما يعادل 5000 سرير. 2016 عملوا شراكة بين الجزائر وبين السعودية، كابيتال متاعها 2 مليار 500 مليون دو دينار الجريان. بدأت تجهيز الفندق هذايا من سنة 2016 حتى لسنة 2023. البيرو ديتود والارشيتكت واللي ديكوراتور كل اللي ساهموا يعني في التجديد والبناء بتاع الفندق هذايا من كفاءات كلها من الجزائر.
الفندق من 5 طوابق به 6 أجنحة و118 غرفة بطاقة استيعاب تقدر ب213 سرير. هذا ويستجيب لكل المعايير الدولية من حيث مواد البناء، التجهيزات والمرافق الضرورية التي يحتاجها السائح. عندنا كوفي شوب، عندنا 2 مطاعم، مطعم ألاكارت غاسترونوميك ومطعم فيه البوفيه، وعندنا سنتر سبا، عندنا حمام، عندنا سال فيتنس، وعندنا سناك. ومن جانب اليد العاملة التي تقارب 200 عامل تم تكوينها وفقا لما هو معمول به دوليا. اخترنا العمال اللي عندهم كفاءة، اخترنا العمال اللي هم قارين عندهم دبلوم ومتخرجين من المدارس الجزائرية. العمال هذوما اللي خذيناهم قرابة 150 اللي اخترناهم، عملنا لهم دورات تكوينية. بالنسبة للاستقبال اللي هما بالطبيعة اون كونتاكت مع الحريف، الاستقبال، المطاعم، المطبخ كذلك، هذوما الكل عملنا لهم دورات تكوينية. لي فام دو شامبر اللي نظفوا الغرف عملنا لهم دورات تكوينية، هيئناهم، فهمتني. وبعدين وقت اللي فتحنا الفندق زدنا 50 عامل اللي هما هذوما عمال موسميين. تعلمت هنا في بجايه في 2013 2014، اي خدمت عندي اون اكسبيريونس دو 8 حتى وين حطيت لو سي في تاعي هنا في ليتابليسمون هذا في لوتيل هذا. دونك يمو ابلي فوالا شو فيني درت اونترتيان، جي يمو في اون بيريود دي سي تاع 3 شهور، كملت لا بيريود دي سي، رانا خدامين الحمد لله. استقبل هذا الصرح السياحي عددا لا يستهان به من الزبائن من داخل الوطن وخارجه. صافي بليزير ديكوفرينا هذا الهوتيل، ما عندناش بزاف اللي ديكوفرينا، راهم جايين وديجا بزاف اجناس، كاين دي زونغلي معانا لهنا في لابيسين، كاين لي فرونسي، كاين لي اسبانيول، خير ملي نروحوا من ولا من. I'm from the United States. أنا من أمريكا، عجبني هذا الفندق، الخدمات جيدة جدا، الاستقبال، الأكل، الناس هنا رائعون، يرحبون بنا ويقومون بتلبية طلباتنا في كل وقت، أكيد سأعود مجددا. كنت هنا الأسبوع الماضي في زيارة خفيفة، أعجبني كثيرا هذا الفندق، لذا رجعت هذا الأسبوع مع عائلتي لنقضي أوقات ممتعة. استثمارات مماثلة ستدخل حيز الخدمة بذات الولاية عن قريب. على غرار ولاية بجاية، هكذا مشاريع ستكون دعما للسياحة المحلية. أبرز الأحداث الاقتصادية نهاية الأسبوع الفارط مرتبطة بتدشين فروع للبنوك العمومية في كل من موريتانيا والسنغال بهدف توفير خدمات مصرفية عالية الجودة ومرافقة المستثمرين الذين يعملون على ترقية التبادلات التجارية المحلية والدولية. أكثر تفاصيل مع ضيف البدائل والزميلة كميلة خليف. سيد محمد لامين لبو المدير العام للبنك الوطني الجزائري، مساء الخير. مساء النور. تم فتح قبل أسبوع فروع بنكية بكل من موريتانيا والسنغال، ما هي أهمية هذه الفروع؟ شكرا على سؤالك سيدتي الكريمة. يجب أن أذكر أن تم فتح بنكين في يوم واحد، تعتبر بالنسبة لنا أهمية كبرى لفتح هذه الفروع، وهذا لعدة أسباب ونذكر منها مسايرة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الذين يريدون توطين
علاقات اقتصادية وتجارية مع متعاملين تلك هذه الدول، أيضا فتح مجال التجارة الدولية يعني عبر هذه الدول، وهذا نسبة للعلاقات التاريخية التي تربطنا بينهم. وكما يسمح أيضا هذه البنوك لجاليتنا الموجودة في الخارج على مستوى موريتانيا أو على مستوى عاصمة السنغال داكار بوجود يعني مقر بنكي يسمح لهم يعني بتوفير الأمان لعملياتهم التجارية والتواصل المستمر مع القاعدة الاقتصادية أو المتعاملين الاقتصاديين على مستوى المحلي. أيضا يجب أن أذكر بأن هذه الرؤية هي رؤية استراتيجية داخلة في إطار منظومة وهي تطور النمو إفريقي، وهذا بمبادرة داخلية يعني ما بين الدول. طيب كيف يمكن لهكذا فروع بنكية تسهيل عمليات التجارة الخارجية لفائدة المصدرين الجزائريين؟ بطبيعة الحال يعني وجود بنوك جزائرية، أولا يجب أن أؤكد لك سيدتي في البداية بأن التجارة الخارجية تنظمها قواعد عالمية للتجارة الخارجية في منظومة أيضا تجارية دولية. الإضافة التي تقدمها هذه البنوك وهي عبارة عن مجموعة من المعلومات التي يمكن أن تقدمها للمتعاملين الاقتصاديين المحليين حول زبائنهم الذين يريدون التعامل معهم، وأيضا يمكن أن تعطيهم يعني ما يسمى مجال أو ساحة أمان في غلق يعني صفقاتهم وإبرامها بطريقة جد آمنة، ويمكن أيضا السماح في عملية يعني مرونة في عملية تحويل الأموال من وإلى الخارج في إطار النظام القانوني وما يسمح به اليوم فعلا على مستوى يعني المنظومة البنكية. وخاصة يجب أن أذكر بأنه يوجد هناك قانون يسمح لكل مستثمر جزائري بأن يضع منف لكي يحصل على ترخيص الاستثمار، وهذا تبعا لقانون يعني 1404 الصادر عن بنك الجزائري والذي يعطي شروط يعني تكوين ملف للاستثمار في الخارج، ما على إلا يعني كل متعامل اقتصادي التقرب يعني للحصول على هذا الترخيص، وبالتالي يمكن له مزاولة نشاطه من استثمار إن كان تجاريا أو صناعيا حسب مجالات الاختصاص. طيب لماذا وقع الاختيار على هاتين الدولتين الإفريقيتين، وهل في توجه للانفتاح على دول إفريقية أخرى ولما لا دول أوروبية؟ بطبيعة الحال قمنا بدراسة يعني ماكرو اقتصادية حول هذه الدول، وتم الاختيار وفقا لمعايير يعني تم تخصيصها من مستوى النمو الاقتصادي، التنمية الاقتصادية، نسبة العمالة الموجودة، وبعض المؤشرات يعني التي تنبئ بها اقتصادات هذه الدول، ناهيك عن الجانب الاستراتيجي والعلاقات الذي يربطنا ما بين هذه الدول وأفاق أيضا العلاقات التي نستبق إليها على مستوى يعني العمليات التجارية أو الصناعية المستقبلية إن شاء الله، وأيضا تجاوبا لما يسمى أيضا رؤى المتعاملين الاقتصاديين في الولوج إلى مثل هذه الأسواق. كل هذه المعطيات سمحت لنا بداية إلى اختيار هذه الدول، وباعتبار أنه هذه تجربة أولية يعني في فتح بنوك على مستوى بعض الدول الجوار في إفريقيا، هناك مشاريع أخرى إن شاء الله مستقبلية. سؤال أخير، هل من جديد فيما يخص عصرنة البنوك الجزائرية؟ هناك مستوى كبير من العصرنة من خلال العمليات التجارية يعني والولوج إلى ما يسمى بالتطبيقات الإلكترونية أو تطبيقات يعني ذكية عبر الهاتف النقال أو عبر مواقع يعني المنصات يعني المتخصصة للبنوك، وبالتالي قمنا اليوم يعني على مستوى الوطني الجزائري على سبيل الحصر بوضع تطبيق على مستوى الهاتف النقال يسمح
لكل متعامل الاقتصادي بأن يقوم بتخليص فواتيره، كما أيضا لدينا تطبيق إي بانكينج الذي يسمح أيضا بعملية يعني تحويلات. أيضا على مستوى التجارة الخارجية قمنا أيضا بتحديث نظام سويفت، يعني حيث أن المتعامل الاقتصادي اليوم ممكن أن يتحصل على وثيقة سويفت أو وثيقة تحويل الأموال عبر يعني إيميله الخاص بمجرد يعني التوطين المسبق، وبمجرد تأكيد التوطين أو فتح الاعتماد من كان أو تحويل إلى غيره. فيمكن لكل متعامل اقتصادي أن يحصل على هذه الوثيقة التي كانت في زمن مضى تأخذ يعني أيام عديدة. البنوك الجزائرية قدمت يعني مجهودات كبيرة في هذه العصرنة، ونحن دائما نلوج إلى ذلك إن شاء الله. السيد محمد لامين لبو المدير العام للبنك الوطني الجزائري، شكرا لكم. نهاية العدد الأول من البدائل الاقتصادية. مشاهدينا نلقاكم بخير وعافية بعد أسبوعين من الآن. كونوا معنا في أمان الله.